رانيا عطهلال ليست كسائر البشر، فقلب الفتاة العشرينية بالاتجاه المعاكس، ولولا تعرضها لحادث عام 2023 لما عرفت هي وأهلها أن قلبها يقبع في الجهة اليمنى من الجسد. هو شعور بخوف أنه أنا متت ورجعت عشت، والحمد لله أنه حدا شافني، أنه حركت إيدي قبل لا يدخلوني على الثلاجة، وأنه أموت عن جد. أنا كنت أحكي لهم أنه أنا حاسة أنه عندي القلب على اليمين، وبظل أتضايق لما بزعل، لما أنه بخاف، كنت أحكي لهم أنه أنا عم أحس أنه قلبي على اليمين. بحكوا لي لا، مستحيل في هيك إشي أنه قلبك على اليمين، وما كانوا عم يصدقوني. بس أنا بعد ما عملت الحادث اكتشفوا الدكاترة أنه أنا قلبي على اليمين. لا، ما كنت متوقع هذا الإشي، أنه هذا الإشي يعني أنا لما صحيت وصار معي كل هذا الإشي، أنا بحس يعني كنت بحلم وصحيت منه، يعني صدمة لي. بس الحمد لله تخطيت هذا الإشي كله. أنا طموحي أنه ربي يشفيني وأرجع مثل ما كنت. أنا عندي كسور بإجري الاثنين، وعندي لسه عمليات لقدام. بدي أنه الله يشفيني ويرجعني مثل ما كنت وأحسن. هذا السيارة صار مع بنتي 27 بل 2023 بشهر 6/6 مثل الآن، هاي مثل اليوم هذا، فهمت علي شلون؟ جينا خبر صار، هذا رحنا على المشفى، هذا المشافي، كانت البنت شو كانت متوفية، جانا خبر انه متوفية البنت، يعني قطوه بالشرشف، فهمت علي شلون؟ فحصوه الدكاترة كانت متوفية، يعني الدكاترة مين الدكاترة ما معنا خبر. شلوها على الثلاجة، فتحوا صاروا حاطين، فتحوا درجة الثلاجة، حطوها بدرجة الثلاجة، سامع حركة اصبعها اليمين الخنصر، اصبعها الصغير. شلوها قرعة، طيب شلوها سامع شلون؟ وراح فحصوها طلع قلبها على اليمين، احنا ما معنا خبر انه قلبها على اليمين، طيب بساعة الحادث يعني. هاي صورة صدر بلين اكس راي، تبين وجود القلب مأخذ جهة اليمين، وهاي حالة نادرة جدا، يعني من الحالات النادرة، فممكن انه المريض اللي يصيب بحادث السير دخل في حالة نقص اكسجين ابنية، بالتالي ممكن صار معه نزيف او فقدان سوائل، مما أدى إلى هبوط ضغط حاد. ففي هيك حالة يعني ممكن يدخل في سبات عميق، حسب الطبيب المستقبل يعني إذا كان عنده خبرة، لأنها حالات مش سهلة يعني، وبدها يعني أخصائي متمرس، يعني مش أي طبيب متدرب. يعني الحالة لما وصلت أكيد إنه ما كان يعني الطبيب يعرف بهذه المعلومة، معلومة إنه القلب يسموه ديكستروبوسجن، يعني ماخذ شفت على اليمين، فممكن انه حط السماعه على الجهه اليسرى وما سمع دقات القلب، فراح الى خاطره انه ممكن يكون المريض قد فارق الحياه. بعد رفض عدة مدارس له لتشخيصه بالتوحد، استطاع ذو زيد صمادي أن يدمج ابنهم بالمجتمع ويتقدم لامتحان الثانوية العامة. على عمر سنتين عقل بلش يتحول من طفل كان مولود طبيعي لا طفل فيه عنده ملاحظات غريبة، يعني ما كان بيطور أي مهارات نطق نهائياً، ولا حتى مقاطع، ولا مهارات تواصل مع أهله أو مع إخوانه أو زي الأطفال اللي بعمره. ولما صرنا ندور ونسأل ونراجع فيه بأكثر من جهة طبية لغايات التشخيص والعلاج، بعد أكثر من تشخيص وتقييم حكولنا الأطباء والجهات المختصة إنه عقل عنده توحد أو طيف توحد. طبعاً إحنا ما كنا عارفين لا يعني إيش طيف توحد ولا التوحد الكامل. أنا أخذت تدريب بمجال التربية الخاصة تحديداً بالتوحد ل 380 ساعة، والأمانة هي كانت هي النقطة الفيصل بالتغيير على وضع عقل. كان التدريب تحت إشراف وتنفيذ الدكتور رائد الشيخ ديب، واللي هي فعلا يعني وضعت لنا خطه لعقل من لما كان عمره سنتين لغايه اليوم بكل نقاط قفزات النجاح اللي كانت فيها.
ذويه والد عقل صمادي ووالدته، لمسنا خلال المشوار تحسن بفضل الله عز وجل بالسلوك والتكيف المعرفي والتعلمي والتعليمي لعقل خلال هذه السنوات، حتى أصبح الآن في مرحلة الثانوية العامة يجيد القراءة بشكل تعبيري، وحقيقة مهما نصف يعجز اللسان عن تقدير هذه الجهود التي بذلها خلال السنوات الطويلة والده ووالده، بتحسن فضل الله عز وجل بمهارات سلوكية تعلمية. آخر فترة قرأ معي بالصف بقراءة معبرة، استطاع فعلا خلالها أن يقطف من بين أيدينا التصفيق الحار من زملائه، ويجيد بفضل الله قراءة القرآن غيبا وبصوت رائع. عقل قصة نجاح حقيقية. في الحالات اللي زي حالة عقل أكيد طبعا فيه بيكون دور تشاركي ما بين البيت وما بين المدرسة. للأمانة أهل عقل ووالدته ووالده يعني لم يدخروا جهدا في أنهم دائما يكونوا يعني سند وداعم لعقل. للأمانة يعني سخروا كثير من وقتهم عشان أنهم يكونوا هم معه. وأنا أذكر في الصفوف قبل مرحلة الثانوية كانت والدته هي الشادو تيتشر معه، كانت هي المرافقة معه، تكون معه موجودة في الصف لحد ما وصل عقل لمرحلة أنه صار يعتمد يعني يقدر يكون موجود في الصف بدون شادو تيتشر.